ينضم إلينا أيضا مشاهدي الكرام عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة. دكتور أشرف بعد التحية، ونحن نتحدث عن محكمة العدل الدولية، فكل التحليل المتعلق بالإجراءات التي من الممكن أن تتم والحكم الذي من الممكن أن يصدر أو التوصيات، أنها عندما تذهب إلى مجلس الأمن ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو. دعني أسألك عن أمر مختلف عن محكمة العدل الدولية الآن. هل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة من الممكن أن يكون سببا رئيسيا في تغيير صياغة أو أسلوب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة؟ المتحدة طبعا استخدمت حق الفيتو لما موضوع الجدار الجائر والحاجز اللي تم تداوله أمام محكمة العدل الدولية ونقل إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وهي أكدت طرعية أن هذا الجدار قانوني للمصلحة الأمنية الإسرائيلية. وكان طبعا أهارون باراك اللي هو سيمثل الدولة الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية للدفاع عن وجهة نظر إسرائيل. نعم. طبعاً لكن دكتور أشرف اسمح لي وعذرا على المقاطعة، فيما يتعلق بالجدار ربما يكون لدى قوات الاحتلال بعض المبررات، لكن التبعات الخاصة به لا يقبلها أحد، وربما لذلك لم يكن هذا الأمر جلل مثلما يحدث من إبادة جماعية الآن بقطاع غزة. هناك الكثير من الفرق بين هذا الأمر وذاك. من يستخدم حق الفيتو سواء في الجدار أو في المجازر التي راح عدد من الشهداء تجاوز 22,000 أمام المجتمع الدولي، وعدد من المصابين تجاوز 60,000، هذا لم يحدث في تاريخ أي نزاع في فترة قصيرة. يعني في خلال 3 شهور يحدث هذه الأرقام. احنا نتكلم على يعني كقنبلة نووية ضربت في قطاع غزة أو قنبلتين، نتكلم عن جرائم حرب ومجازر كانت أمام المجتمع الدولي. حتى وإن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو بعد إدانة المحكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال، وزي ما أنت عارف حضرتك القانون الدولي للأسف ينقص طابع الإلزام، والمجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة لتأكيد طابع الإلزام طبقا بقى للفصل السابع. طبعا بالتأكيد الإدارة الأمريكية بتراعي اللوبي الإسرائيلي والموجود في الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة اللي شايفها مرتبطة مع دولة المحتل. هذه أمور نفهم أن السياسة تكون غالبة على الرأي القانوني وعلى الوضع القانوني، ولكن المهم بقى في كل القصة دي بقى كل الحكاية دي اللي هتبين لنا إيه الرأي العام، رغم أنه ما زال ضعيفا في تغيير سياسيين او سياسه معينه حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه، ولكن سمعه اسرائيل امام العالم في اوروبا في الولايات المتحده الامريكيه في العالم العربي في العالم الاسلامي هي ده اللي سيكون ضاغط على السياسيين بان هم يجب ان يعيدوا صياغه التعامل مع دولة الاحتلال، البحث عن حق فلسطيني حقيقي، لأن دورة الدماء والقتل والاستشهاد اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني واللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي هذه دورة تدل على أننا ندير أزمة بكثير من الغباء وعدم الوصول في قرن 21 في 23 24. العالم بيتكلم على حل مشاكل، بناء اقتصاديات مستدامة، تعامل مع قضايا كبيرة، وما زلنا نتعامل مع أفكار رديئة تأتي من مستوطنيين إرهابيين يشكلون حكومة متطرفة كي تفرض على المجتمع العربي والمجتمع الدولي تفسيرات رديئة لكتب سماوية لم تنص على ما يطالبون به من إسرائيل الكبرى وطرد الفلسطينيين وكأنهم ليس لهم حق. المسؤولية التي تقع على دولة المحتل طبقا للقانون الدولي أن توفر لهم الغذاء والدواء وأن تحميهم وأن تحل مشاكلهم، ولا تنتظر إلى أن تتكون تحركات المقاومة ومسمياتها المختلفة للدفاع عن الحق الفلسطيني. إذا حصل الفلسطينيين على حقهم منذ 48 وكانت الطامة الكبرى يا فندم أن كل مفاوضات تأتي لتعرض على الفلسطينيين القليل الذي لا يتناسب مع تاريخهم وحضارتهم وقدسهم كانوا يرفضوهم لمزيد من البحث عن حق أفضل، فتأخذ إسرائيل وتقدم الأرض
وتقول لقد عرضنا على عرفات ولم يقبل، وبالتالي قدموا وكلوا هذه الأرض الطاهرة لشعب الفلسطيني. هذه أمور تعاد أمام المجتمع الدولي بطريقة مختلفة، أمام الرأي العام بطريقة مختلفة. تغطيات نيويورك تايمز، الواشنطن بوست، سي إن إن اختلفت عما كانت تقوم به إسرائيل من مجازر في عام 2000 و2005 و2010، لأن طبيعة القتل المستمر للفلسطينيين لم ينتهي. ولكن اجتماع العقبة كان دائما مركزيا في تأكيد أن الدولة المصرية، المملكة الأردنية الهاشمية، هم أصحاب القوة المركزية أمام الرأي العام العالمي، أمام الولايات المتحدة الأمريكية، أمام المجتمع الأوروبي، أن مصر والأردن لن تترك فلسطين، لن تترك السلطة الفلسطينية، لن تترك أبو مازن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كي نحقق سلاما حقيقي ونحقق حلم الدولتين الذي يجب أن يتحقق اليوم قبل غدا. وهذا هو التحدي أمام بايدن في الانتخابات القادمة، أمام التحدي أمام الإدارة الأمريكية التي لا تملك أمام العالم الآن إلا العار في صمتها وأن تقدم السلاح الأمريكي لضرب الفلسطينيين. نعم. هذه قضايا كقضية المحكمة العدل الدولية هي قضية ستزيد من حدة الانتقاد لإسرائيل كدولة احتلال، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام هذا التوغل على القانون الدولي وعلى حقوق الفلسطينيين الأبرياء المستشهدين من نساء وأطفال ليس لهم ما حدث في 7 أكتوبر التي تحاول أن تصورها إسرائيل على أنها كانت هولوكوست إسرائيلي، وهذا يخرج عن نطاق ما حدث ومن رد فعل يتجاوز حدود المعقول. طيب دكتور أشرف، دعنا نفكر سويا، ربما الغد ليس ببعيد، لكن في الحقيقة بالتأكيد أن العالم كله يفكر ما الذي من الممكن أن تقوم قوات الاحتلال بالدفاع عن نفسها، ما الأدلة التي من الممكن أن تقوم بتقديمها حتى تدافع عن نفسها، وخاصة أن حكومة قوات الاحتلال بالفعل تعد العدة لكيف ستدافع عن نفسها. اليوم كان من ضمن الاتهامات الموجهة لقوات الاحتلال، هذا واحد من ضمن مشاهد على سبيل المثال للحصر، عرضت على عدد البشر الذين يتهافتون حتى يستطيعون أن يحصلوا على وجبة غذائية ولو لمرة واحدة وربما لن تشبعهم، وأن هذه أيضا من ضمن الاتهامات الموجهة إلى قوات الاحتلال ليس الإبادة الجماعية فقط. قوات الاحتلال كيف ستدافع عن نفسها؟ ما الذي ستقوله؟ أنا أفتكر أن هارون باراك كان عنده من الحجج والأسانيد في موضوع الحاجز أو الجدار العازل الرديء الذي لم يحقق لإسرائيل الأمانة كما كانت أن تطمح، وكسرت 7 أكتوبر كل الأفكار وكل التمويلات والفلوس التي دفعت على هذا الجدار. ولكن في موضوع 7 أكتوبر ورد الفعل الذي تم لاحقا من ضرب المستشفيات، ما ذنب المستشفيات؟ الادعاء بأنها تحتها قيادة حماس وذهبوا ولم يجدوا شيئا. ولهذا وفي بداية هذه المحادثة كنت أقول لحضرتك أن فيما يتعلق بالجدار ربما يكون هناك البعض يقول أنه ربما لقوات الاحتلال بعض المبررات في هذا الأمر بعيدا عن أنه ليس مبرر، لكن فيما يتعلق بهذه النقطة ومنذ 7 أكتوبر الأمر مختلف تماما. ما الذي ستقوم به إسرائيل؟ ما الذي ستقول؟ إسرائيل لا تملك أمام المحكمة العدل الدولية من براهين أو أدلة تستطيع أن تدافع عن وجهة نظرها. هي ما كل ما صوره من تقارير إعلامية لقنوات إخبارية مختلفة صورت ضرب المدنيين وقصف مدن أو أقياء بكاملها، ضرب الأطفال والنساء، كيف لك أن تستطيع أن تخبئ أو تغير الحقيقة الموجودة على الأرض؟ للأسف دولة الاحتلال أمام ما حدث من 7 أكتوبر إلى الآن متهمة بجرائم حرب لا يمكن التشكيك أو التقليل من أنها جرائم حرب كاملة بشكل كبير، من قطع الطعام والغذاء والماء، وكما هي كمان كانت واضحة تصريحات المسؤولين لدولة الاحتلال كوزير الدفاع الذي قال نحن نتعامل مع حيوانات وليس مع بني آدمين بأنهم يجب أن يقتلوا. الحديث المباشر بأن 2,300,000 مواطن يقطنون قطاع غزة بأنهم حماس وأنهم إرهابيين وأنهم دنسوا المساجد وذكروا نصوص توراتية على داخل المساجد. وبالنسبة لقوات الاحتلال الأطفال الرضع أيضا من ضمن الإرهابيين مثلا؟
هذا لا يمكن أن ينطلي على أي عاقل حتى أو مواطن عادي يقبل هذه الرواية طبعا. وبالتالي هذا الأمر أمام طبعا المحكمة بكل ما تحمل قضاتها من خلفية ومتابعة، والقاضي يتابع ويشاهد على القنوات الإعلامية والتحليلات ما يحدث من دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا بدم بارد تحت أي دعايات. كل الدعايات الإسرائيلية لا يمكن أن يتم الاقتناع بها لأنها بعيدة تماما عن الحقيقة، وأنها كلها مفبركة لتقديم وجهة نظر غير مقبولة وغير مقنعة سواء لأعضاء المحكمة أو للمجتمع الدولي. أنا عايز أقول لحضرتك لقد خسرت إسرائيل ودولة المحتل هذه المواجهة لأنها أجلت حقوق الفلسطينيين، وحينما تعرضت إلى إخفاق كبير في 7 أكتوبر حاولت أن تلوم القاصي والداني لمجرد أنها هزت وهز كبرياءها وهز كبرياء جيش الاحتلال، وبالتالي تحاول بكل ما تملك أن تصفي هذه القضية سواء بقتل الأبرياء أو بجرائم حرب. أنا في ظن أن محكمة العدل الدولية سيكون أمامها قرار بإدانة المحتل، وسيكون بداية وانتفاضا كبيرا للرأي العام العالمي، فأن يقيم إسرائيل وينظر إليها نظرة موضوعية لما قامت به من جرائم حرب ضد شعب أعزل بريء ينادي بحقوقه التي لا يمكن التجاوز عنها أو البعد عنها. نعم، وطالما أننا ما زلنا نتحدث عن محكمة العدل الدولية وعن القرارات أو التوصيات أو الحكم الذي من الممكن أن يصدر عنها، ومن المتوقع أن يتم إدانة بالتأكيد أفعال قوات الاحتلال لأنها بالفعل إبادة جماعية وأكثر أيضا من هذا الأمر، لكن يبقى التنفيذ هو المشكلة. إذن دعنا نطرح سؤال آخر. القانون بشكل عام دائما ما يوضع لحماية الضعيف. القانون الدولي هل وضع لحماية الضعيف أم ماذا؟ ده طبعا بالتأكيد سؤال مهم، لأن القانون الدولي هو بيعكس دايما إرادة الأقوياء، وأن قوة الإلزام هي النقطة الضعيفة في القانون الدولي. كيف أن نلتزم ونلزم من يخرج عن القانون الدولي؟ في القانون المحلي تستطيع طبعا الداخلية أن تنفذ الأمور، لكن في القانون الدولي هناك صعوبات كبيرة لتأكيد قوة الإلزام. والولايات المتحدة أمامها تحدي خطير أمام سمعتها، فأن ما تقوم به إسرائيل يجب أن يوقف ويوقف النار ضرب النار، لأنه أصبح أمام العالم إهانة لسمعة الولايات المتحدة، إهانة للولايات المتحدة، وعار عليها أن يستخدم سلاحها وأن يمد أنتوني بلينكين دولة الاحتلال بكل سلاح لقتل الأبرياء والفلسطينيين. هذه أمور يجب أن تعيد الولايات المتحدة حساباتها كي تكون متسقة، وأن تكون متسقة أمام دورها الذي نسعى أن نراه وسيطا نزيها. دولة الولايات المتحدة إلى الآن ما زالت دولة تملك مقدرات لإدارة مشهد النظام الدولي مع حلف الأطلنطي ومع الاتحاد الأوروبي، وهذه قوة كبيرة في النظام الدولي. يجب أن تكون هناك نظرة للعدل ربما تخرج من شارعها من رأي عامها، ربما يكون هناك جديدا في هذه الانتخابات القادمة. في ظني أن هناك تغيير قادم، لأن الأمريكيين هم القادرين على وقف هذا الاحتلال. وغير موضوع الانتخابات، دعنا نتوقف وبشكل أكثر تحديدا عند موضوع مجلس الأمن والفيتو الأمريكي الذي دائما ما يظهر عندما يكون هناك إدانة أو على الأقل طلب لا يقدم لقوات الاحتلال، إذن يظهر الفيتو دائما. إن صدر حكم من قبل محكمة العدل الدولية، السؤال الذي كررته على أكثر من ضيف، وربما السيناريو المتوقع لا يستطيع أن يتم تخيله حتى اللحظة، إن صدرت الإدانة لقوات الاحتلال، ما المتوقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باستخدام الفيتو من عدمه؟ للأسف قراءتي للمشهد الانتخابي ووضع بايدن، ما زال اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعطي كل الدعم وشيكا لبياض لنتنياهو وللمتطرفين والمستوطنين والإرهابيين بأنهم يستخدموا للأسف كل السلاح
لقتل الأبرياء، وهذا أمر للأسف للأسف من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة صورة تقدم صورة ظالمة غير عادلة، المعايير المزدوجة. يعني أنا لا أرى للأسف في هذه السنة، رغم أنها سنة مهمة كان للانتخابات الأمريكية والاستعداد لها، يعني مرشحين حتى في الحزب الجمهوري دي سانتس وميكي هالي، للأسف الاثنين يتاجرين على من يقدم لإسرائيل الدعم الأكثر ويقدم السلاح الأكثر. يعني في ظني أن إذا تم تجديد لبايدن وبهذا الشكل، ولكن إسرائيل ستظل دائما الطفلة المدللة التي تأخذ كل ما تريد، ربما أنها ما زالت وجودها ينفذ أو يعطي للولايات المتحدة كرأس حربة لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية، رغم أن العرب من أيام أيزنهاور كان هناك تصور على أن يكون هناك حقيقة توازنا في العلاقة بين إسرائيل وبين العرب، ولكن يبدو أن اللوبي الإسرائيلي نجح في أن يأخذ الولايات المتحدة في طريقها وفي دعمها أكثر من دعم القضايا العربية. سيكون دائما مقاومة الاحتلال أمرا مشروعا، وسيظل العرب كشعب مدافعين عن أشقائهم الفلسطينيين ويتألمون لما يتألمون به، ولكن لم تتأخر كل الدول العربية في أن تقدم الغالي والنفيس. حاربت مصر حربا وقدمت سلاما ودعت الفلسطينيين إلى سلاما، وقدموا العرب كل ما لديهم من مشروعات للسلام. يعني أفتكر أن العرب يعني قدموا ما لديهم ليثبتوا للعالم بأنهم شعوب تفكر في سلام وفي استقرار وفي نمو وفي تحقيق عدل في هذه المنطقة التي غاب عنها العدل من أكثر من قرن من الزمان، منذ وجود المستوطنين والمهاجرين اليهود الذين هربوا من مذابح في أوروبا وفي أوروبا الشرقية لأن يأتوا في كنف العرب وفي كنف أقباط مصر وأقباط القدس وأقباط العرب جميعا ومسلمي العرب، ونعموا وانتعشوا وكانوا هناك رغبة في العيش المشترك. لا أدري لماذا تظل الصهيونية كفكرة أو كحركة أو أيديولوجية تفسر نصوص من التوراة تفسيرا خاطئا لقتل شعوب طيبة ترغب في أن تعيش في سلام، وهو تاريخ الشرق الأوسط كله، تاريخ مصر، تاريخ العرب جميعا، بأنهم يقبلون الأديان المتعددة وأن يعيشوا في سلام جنبا إلى جنب. يبدو أن هذه أمور ستتغير مع كل الأجيال التي بدأت تقرأ وتفهم، حتى في الولايات المتحدة الجيل الجديد من سنة 18 إلى 30 له نظرة مختلفة لقراءة مشهد الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقدمون دعما للفلسطينيين الذين استشهدوا وقتلوا بدم بارد من أفكار بالية أتت من حكومة متطرفة. يجب أن يكون هناك وقفة لتحقيق سلام حقيقي بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي، وينعم الشعبين بسلام حقيقي في السنوات القادمة. نعم، دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، جزيل الشكر لحضرتك.